من الطبيعي جدا خلال رمضان نكون اخذنا كم كيلو زياده وبدنا نجرب نخسرهم، وعاده خلال رمضان بخف طريقه حرق جسمنا ولهذا السبب بيزيد وزننا، وبدنا نجرب هلا نخفف هدول الكيلويات اللي اخذناهم. عاده الشخص بياخذ وزن لما بياكل اكثر مما بيحرق، فنحن السوليوشن هلا تحت نخسر الوزن هو نجرب ناكل اقل من ما عم نحرق، ونجرب نعمل شويه رياضه زياده. دائما نجرب انه ما نخسر وزن بطريقه كثير سريعه وبطريقه عشوائيه، كل ما نحن رح نضعف بسرعه كل ما في فرصه انه نرجع نسترجعهم بطريقه كثير سريعه. الاهم شيء الاعتدال، لان الحرمان هو السبب الرئيسي لفشل اي حميه، فانتوا اذا حرمتوا حالكم تاني نهار رح تاكلوا اكثر وحتى اكثر مما كان مفروض تاكلوا. دائما الرياضه، ومنشدد على الرياضه لانه هيدي الطريقه الوحيده بتخلي جسمنا يحرق وحدات حراريه اكثر، وبخلي الجسم يصير عنده عضل اكثر اللي هو عاده بيحرق بالجسم. الفواكه والخضره كثير مهمين خاصه اذا عم نتبع حميه، لانه فيهم الياف وبخلونا نشبع اكثر وبخلوا الهضم يصير ببطء اكثر. عاده نحن بننصح بخمسه بالنهار، وتمنقول خمسه يعني تقريبا حبتين فواكه وثلاث حصص من الخضره، فيهم يكونوا على الصبح على الغداء وعشيه. النوم كثير مهم وكثير اساسي. عادة الأشخاص اللي بيناموا كتير أكتر تقريباً من 8 ساعات واللي بيناموا كتير قليل أقل من 5 ساعات، دراسات أثبتت إنه هيدول الأشخاص بيكتسوا دهون أكتر، وإذا عم بيعملوا حمية غذائية بيخسروا عضلهم أكتر من الدهون. فخلينا نجرب ننتبه على هيدي النقطة وننام تقريباً باعتدال من 7 إلى 8 ساعات تحت نجرب نخفف من خسارة العضل بالجسم. بالنهاية بدنا نقول للأشخاص اللي أخذوا وزن خلال رمضان هلأ الوقت المناسب يجربوا ينتبهوا على أكلهم ويتبعوا حمية غذائية تيخسروا الوزن اللي أخذوه، والأشخاص اللي خسروا وزن خلال رمضان يجربوا قد ما فيهم يحافظوا